هو قانون دولي كل 15 سنه سبيل سجون، يعني هسه يلزمه يضربه عقرب يخليه يعترف باسرائيل دوله، وكتي على مود شبس لي لحكمه 15 سنه، على مود باكيت جاير على مود بلازمه لحكمه 20 سنه، ترى ما يصير هذا القصر، والله العظيم، يعني لو مجرد على عداء شخصي، لو واحد يدفع علي فلوس يبينونه، ما يصير هيك. يعني انت المرجع السيستاني من قلت تطلعوا مو طلعت كل العالم حررت وقاتلت وهاي شانسه ما تحكي على العالم هاي سجناء البريء عمي احكي رحمه الواديكم المرجعيه اطلوا فتوى يا الله عوائل السجناء تطالب باطلاق العفو العام عن الابرياء هي الحكومه الجائره المقرر 67,000 مسجون على 25,000 يوميه بالشهر مليارين ونص والحقوق الانسان 700 مليار 1100 مليار سنة ولكن لم يصرف عليهم الحال حراك بحاجه الى اموال هذا سرقه الموت